معكم شوبير دي زيت كالعادة معكم. جينا نتكلموا عن المقابلة تاع الفرق الجزائرية اللي غادي تمثل لنا الجزائر أحسن إن شاء الله بربي أحسن تمثيل، وبالك نكونوا حنا غالطين وكاش فريق من الأندية نادي من الأندية الجزائرية يجيب لنا تيتر إن شاء الله بربي باللعاب المحلي هذا اليوم يتكلموا، ونتمناو إن شاء الله يفرضوا رواحهم في إفريقيا ويجيبوا لنا تيتر نزهو به ان شاء الله بربي من العام الجاي ان شاء الله نزهو بهذا التيت. كاين مولوديه، كاين جي اس كا، كاين خاصه مولوديه الفريق اللي كما يقول لك فريق اللي خاصو القاب، الفريق اللي خاصو القاب هذه هي فريق اللي خاصو لقب جديد. ما نقعدوش نتكلموا على الماضي، حتى علاه نتكلموا نقولوا باللي ما نعيشوش في الاحلام. هذا المناصر تاع المولوديه ماذا به الجيل هذا الجديد مشي فارح وما يعرفش ليه تيت، لازم يشوف تيت افريقي ان شاء الله بربي، ونشوفوا لامسيه ان شاء الله بالرئاسه المد غريب عمر غريب ان شاء الله بربي، نتمنى ويدي لقب ويدخل التاريخ كرئيس نادي. وهذو الانصار من حقهم باش هما يزيدوا يتكلموا على لي تيت، على كاس افريقي، ماشي معيشينهم بالماضي. الماضي صايك خليه على جهه، تيت خليه على جهه، بصح شتي انا لازم المولوديه تدخل وتدي تيت فرانيك. هذه هي مولوديه كما نقولوا احنا مولوديه كبيره، اما لازم لها كاس افريقيا ان شاء الله بربي، وتولي كما يقول لك تحل الباب على الانديه اللي مازال ما تدي ان شاء الله بربي. هذه هي، ونتمناو لهم ان شاء الله بربي يعودوا بنتيجه ايجابيه في طور الروتور، يلعبوه كما يقول لك مريحين ان شاء الله بربي، ونتمناو لهم الفوز ان شاء الله. صحيت خويا صح.